هذا المقطع الموسيقي صحة يا صحة في صوت الشاب مريض إذا كان تنهي في الغار التي قدمت لنا مسرحية لعنوان المريض للأستاذ مراد عمرون وتأليف مراد عمرون وأيضا أداء ومتابعة وتنسيق للأستاذ توفيق وشناء توفيق نعم على هذا الأداء المتميز. شكرا لكم أنتم أيضا الذين حضروا معنا. الصورة لا زالت متواصلة دائما لك هذه الأنسية التي تمثلها جمعية النور والتي تأتي تعمل ومساندة وقوفا إلى جانب كل المرضى المصابين بداء السرطان. نسأل الله العلي القدير في هذه الليلة المباركة لهم دائما الشفاء العاجل. إن شاء الله ربي يخفف عليهم ويرجعهم أهلهم سالمين وعافين صحة جيدة إن شاء الله. دحين توجد الفرقة الأخرى لدينا فرقة فرقة نهائية وهي فرقة الأصوات. الحين يحضر معنا الشاب خليه مفاجأة. يلا يتفضل شاب هندو. شكرا. أولا بسم الله الرحمن الرحيم دائما ندعو الإخوان المرضى ومرضى المسلمين بالشفاء ودائما نحن وجودنا دائما غرس بسمة في وجود الآخرين وهذا هدفنا في الحياة. أنا خليت أصوات لبعض معلمين كرة قدم بمناسبة التأهل إلى المونديال وربحنا ووصلنا الكأس وخسرنا الكأس وربحنا منتخب وطني. أحمد التعليق المصري في أم درمان. عسل مشاهدين حجاج وأنا ماش جامد أوي حتبص كمين حجاج الفريق الجزائري حتبص كمين حضرة المصري والأحمد حسام أحمد زمان أحمد زمان حسن وحلوة وهوبا وحاول عادي أبو ديجا هوبا يا سلام يا قهر بالحال يا ودي بالحال ناحية عزال هوبا وزياني يا ودي عسيل هوبا يا سلام وبرافو يا ودي لعيب ورقصها حطها جوه جول يا سلام عليك وانتوا عند بالحال ناحية عنتر يحيى وعنتر يحيى ناحية الغزال غزال عنتر يحيى خرب بيتي خربت بيوتنا حرام عليك ليه تم كده يا عنتر يحيى حرام عليك تنتهي المباراة فوز زين 1-0 وانا بنظر احمد حسن وهو عيط ليه بتعيط حسام حسن احمد كان ماتش جامد قوي واحنا بذلنا كل مجهودنا لكن الفريق كان زي كل محترفين وبعد عبو المقابلات زياني ايه رايك يا زياني المقابله دي؟ ومعنا شوري. مش ممكن خليني احكي خليني اعبر خليني اريح ونرتاح. ما هذا يا عنتر بن شداد؟ عنتر بن شداد يلقى عبلة بعد 24 سنة. نادير بن الحاج القطار الذي يتوقف محاربون الصحراء يحمدون الفراق عندها على ارض الخرطوم. ما هذا خليني اريح ونرتاح خليني اريح ونرتاح. خلي الدرجة شوفوا كرة رمضانية عيتاب الحاج بحق رمضانية زيني المباراة ويسجل وتنتهي المباراة. هذا نشر أخبار نشر الجزيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا زميلكم جمال ريان يحييكم من استديو الجزيرة. لقد انفجر القنبلة المفخخة بضواحي الموجة ببغداد ومعنا على الهواء مباشرة أحمد مقعاش يا هاتف زاد الضحايا. نعم قصف جوي طفلقي إن الله وإن إليه راجعون. الآن مقطع من فيلم هندي. هذا مرأة راجل دخل مرأة قتلها وجاب الناس إليه كارهة. فيلم هندي. ما جري كذا باش دي غني تم باسو اهي
مسكولا هي تمنا جنا هي لا كوتش كوتش هوتاي كوتش كوتش هوتاي ترجمة تاعها يا جاني تو أمك ماتت على خالف أتفرقني لا شكرا شكرا للشاب هندو في الحقيقة هو مقيم هنا في ليس من يونايتد ستيت لكن دائما يبدع ويتميز في مثل الداخلية شاب هندو كثير أنا أريد وأصحاب الله أن الله قوي في تقديم مختلف أصوات الفنانين والمعلقين والإعلاميين وما إلى غير ذلك ثم يتابع مع المقطع الثاني من خلال هذه السهرة وهي عبارة Thank you.